عائشة بكل حب كتقدم لكم أحلى باتيسري وكتمنى لكم فرجة ممتعة. السلام عليكم ومرحبا بكم معنا اليوم وصفه جديده معي انا وحليمه. معك ادم غندير الوصفه ديال اليوم اللي كيتسناوها المشاهدين كل نهار اللي كيبغيو يعرفوا شنو غتصاوب لنا اليوم. كتشوفي العسل الدقيق الزبده فاش كيفكرك هادشي؟ كيفكرني شي حاجه معسله ادم، ما قول لي شنو عافاك. غادي نصاوبوا حاجه معسله بالصحه حليمه، نصاوبوا فلور كوكون. باش نحضروا هاد الرغيفه مرده غادي نحتاجوا 500 غرام ديال الدقيق، 200 غرام ديال النشا، 250 غرام ديال الزبده، معلقه صغيره ديال خميره الحلويات، معلقه صغيره ديال الملحه فاني، وثلاثه ديال المعالق كبار ديال المزهر، ثلاثه ديال المعالق كبار ديال الماء، والتزيين غنحتاجوا لي بيرل. اول حاجه ندير الدقيق، ملي كنشوفوا ادم الروبو كتكون داير فيه هاد الكروشي كنهضروا على اننا نقدروا نحطوا حتى الكسعه ونخدموا بيدينا. احسن طريقه باش نخدموا بها حليمه هي الكسعه، ما كاين غير زردي غدي يدك. دابا غير ما بغيناش نتعطلوا صافي. ندير شويه ديال الفاني. الفاني كيبقى كمنسم، كيبقى اختياري ادم. اختياري حليمه. شويه ديال الملح، خميره ديال الحلوى، والزبده. ونديرو كلشي يدور. خصها تبسبس، تخلينا الزبده مع الدقيق. ما خصهاش حليمه تكون قاصحه بزاف وما خصهاش تكون مرخوفه بزاف، خصها ترتاح غير واحد 10 دقائق ويمكن نخدمو بها. بعد ما الزبده انسجمات لنا مع الدقيق نجمعوها بالماء. بالماء بالنسبه للماء ما يكونش بارد، خصو يكون دافي شويه. وعلى حساب الخليط ياك؟ الماء على حساب الخليط. حليمه العجينه هي ديالنا واجده، دابا غادي نحبس على الروبو. هانت يا حليمه، ما قاصحه ما خفيفه. دابا غادي تعطيني السلوفان. هي الاولى ها هو. تسرحي السلوفان حليمه باش نديروا العجينه ديالنا في الثلاجه، خاصها ضروري ما ترتاح ما بين 10 دقائق 15 دقيقه. كيف ما كتشوفي ها هي العجينه مرخوفه، مرخوفه كتلصق شويه، ولكن اللي درنا كيف بحال هكا كتجمع، خاصها غير شويه ديال الوقت. حليمه العجينه هي ارتاحت، دابا يمكننا نخدمو بها ونشكلوها كيف ما بغينا. كتلصق معنا شويه في السلوفان حيت ارتاحت مزيانه حليمه. قد ما ارتاحت العجينه حليمه قد ما مزيان، حيت غادي نخدموها بالنشا. دابا غادي نقسمو العجينه على جوج. علاش النشا وماشي الطحين؟ حيت النشا غادي يعاونها فاش غادي نكونو كنطيبوها، غادي تجي مورقه من الداخل ومن برا. الا ما درناش النشا درنا غير الطحين غادي تلاصق بحال لا غير عجينه وحده. كما كنقولوا بالدارجه ديالنا اللي معروفه مدقصه كتجي. كتجي مدقصه حليمه. جوج عجينات احتاج مثل كذا. غنعطيها النشا مزيانه حليمه. كيفما كتشوفي معايا دابا عاطياني الطوع كتسرح. من بعد حليمه ما كنسرحوها رقيقه كبحال هكا، ضروري ما نديرو هاد المرحله هادي. ايوا كبحال هكا بحال هكا. غنحطوها هنا في الجنب ونختمو هاد العجينه هادي حتى هي بحال اللي درنا هنايا. علاش خليتها هنايا في الجنب؟ باش ترتاح وعاوتاني ملي نعاود نسرحها تعاود عاوتاني تعطيني الطوع. دابا في هذه المرحله هذه غير غادي نسرح لاباط ديالي وغادي نبدا نشكل فيها. غير غادي تشكل غادا تقلى، خاص غير الزيت ديالنا يكون سخون. دابا غادي نبداو نشكلو فيها. غنحيد الجناب كبحال هكا وغادي نخدمهم كبحال هكا. انا غادي نوريك كيفاش نصاوب وحده وغادي دير لي الزيت يسخن. ونشرطوا ليها الجناب بحال هكا حليمه، ونشرطوا لهادي حتى هي الجناب.
البيض ديال البيض غادي نستعمله غير باش تلصق لي الاولانيه على الثانيه. يعني عندك الغرض باش تلصق؟ عندي الغرض احليم باش تلصق، وغادي نديرهم كي بحال هكا مختلفين. الا حطيت هادي هكا غنحط هذيك بحال هكا، وهنورك بحال هكا شويه في الوسط. غنبقاو حليمه خدامين على هذا الشكل هذا. ودابا خصنا الزيت يسخن. انا غندير الزيت يسخن دابا. ادم علاش درتي الالومنيوم في القبضه ديال العود ديالنا؟ انا عارفه حليمه بان القبضه ديال العود يمكننا نخدموا بها في الزيت، ولكن غادي تخسر لينا القبضه. عارفه راه الدوام هذا، وحنا كنبغيو الحاجه تبقى لنا صالحه، داكشي علاش نديرو الالومنيوم باش يمكننا نبقاو محافظين عليها. يلا باش ما نعطلكش اجي بدا الخدمه ديالك. الطريقه التقليديه غادي نديروهم في الزيت حليمه ونبركو كي بحال هكا من الوسط. اللوح وحده بوحده حليمه غير باش يعطيونا داك الشكل. كنعاونوهم على جوج حوايج، تبع انها تبقى مغطوسه بالزيت. بالنسبه للناس اللي يديروا الزيت قليل خصهم ضروري كويخ ويبداو يديروهم بحال هكا من الفوق. دابا يمكننا نخليوهم هكا كحليمه ونديروا الثانيه تاعي. يمكن لك تعطيني معلقه حليمه؟ هي الاولى. شوفي معايا نهزو الزيت ونبقاو نديروا لهم هكا باش طيب لنا من الفوق ومن التحت. وبقى لنا حليمه غير نخليهم تيشوفوا الشكل النهائي، حيت غادي نكملوا بحال هكا تنساليو. حليمه ما نطولوش عليهم، بانسو شويه ديال العسل. كاينين جوج حوايج يمكننا مباشره من الزيت نطفيوهم في العسل. حنا بغيناهمش حلوين بزاف، غندوزو غير كبحال هكا بانسو. حليمه حتى هذه فكره، حيت كاين اللي ما كيبغيش الحاجه تكون معسله بزاف او كينقص عليه الحلاوه بزاف، دونك حتى هذه فكره زوينه. غادي نكمل كي بحال هكايا، هناخذ هذا العقيق هذا ونديرهم في الوسط باش يبانوا ريضات حقيقيين. ايه وانا كنقول شنو غدير بهذا العقيق هذا؟ داكشي اللي كنت باغي حليمه من الاول بانهم يبانوا حقيقيين. غادي نمشيو على هذا الشكل هذايا تنكملوا كلشي. يلا حليمه ما بقى لي غير الراي ديالك في هاد الوريضات هادو. الراي ديالي ادم من الراي ديال هاد الوريضات اللي خليتي لينا زوينين بهجين فوق الطبله، غنزوق بهم اليوم الطبله ديال الفطور. كنتمنى ان المشاهدين ينالوا الاعجاب ديالهم. ما بقى لي غير نودعك ونودع المشاهدين ديالنا ونقول لهم بهاد الوريضات هادو كنوصلوا للنهايه ديال الحلقه. غدا ان شاء الله في وصفه جديده معايا ومعك حليمه. ايوا ما بقى لينا غير نقولوا لهم السلام عليكم وبصحه فطوركم. عائشة كنتمنى تكون عجبتكم هذه الشهيوة. صحتكم فطوركم.